صوت الفن يحاول أن يحمل لكم صوتا أثرى وجداننا بألحانه الشجية وصوت متفرد تروب. إنه التاج مصطفى. أنت تتألم أو يشاق عليها فانسحبت وقلبي تراك تخاض عليها. يا نسيب أرجوك. فنان يجبرك على أن تحتار في اختيار المفردات التي تناسب مقامه الرفيع. ونحن حينما نتوقف في مسيرة وسيرة فنان بغامة التاج مصطفى فذلك يعني بأنه حقيقة متفرد وشخصية صاحبة حضور متجدد لا يعرف مفردة القيام، لأن أمثاله يظلون حضورا في مقدمة الذهن لا يطالهم النسيان مطلقا. التاج مصطفى اتولد في قرية أم مرحي اللي هي ريف شمال الدرمان، وهو من الطيبية السمانية. فاتولد عام 1927 في قرية صغيرة وأسرة متوسطة الحال وأسرة دينية. فدرس على في خلوة الشيخ زين العابدين اللي هو عمه، درس القرآن. هو لو احنا رجعنا لنشأة التاج مصطفى بنجد انه نشأته صوفية في البداية. يعني التاج مصطفى هو من مبرحي، وهي يعني قرية معروفة بأنها إشعاع الديني الكبير الصوفي والمد الصوفي الكبير متواجد في هذه القرية منذ مئات السنين. فالتاج مصطفى ولد وترعرع في تلك الأجواء الصوفية وانتقل إلى أم درمان والتحق بالمعهد العلمي وقتها. التاج مصطفى فنان نشأ في بيئة صوفية، تعود على التراتيل والأناشيد الدينية، نشأ على الدوبيت، كان يمشي القنيص مع عمه محمد سعيد العباسي، وكان بي 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 بيرمي الدوبيت من هو في السابعة. ليس مهما أن نشير إلى أن التاج مصطفى ولد في العام 1931، لأن عمر المبدع الحقيقي يقاس بإبداعه. والتاج مصطفى فنان أسرى ساحات الغناء بوسيم الغناء وعطر سماواتنا بطرب شنف الآذان. كانت الأغنية التي قدمت التاج مصطفى للإذاعة السودانية، وهي أول أغنية بعنوان فتاة النيل من كلمات الراحل إسماعيل خورشيد. وقبل ذلك كان قد أمتع وأسعد الناس بروائع ألحانه من أغنيات الحقيبة، لا سيما أغنيات عبد الكريم عبد الله كرومة. جمالك ربنا يزيدوني احنا نزيد تزايد وتمزيد. علم أن فرع البان تعلم منك تاويد. بعد كده عمره 7 سنوات انتقلت الأسرة لأم درمان، لأنه كان جدي مصطفى محمد السايح أستاذ في المعهد العلمي، فانتقلوا في منطقة الركابية أم درمان، وكان قريب أو ساكن بالقرب منه التجاني يوسف بشير وأستاذ عبد القادر كرف. بعدك في الخلوة كان بيتميز بجمال الصوت. من الأشياء الجميلة كان بيحكي لي أستاذ صديق المجتبى، بيقول لي مصطفى نشأ في خلوة الكتياب، وكان الشيخ في الخلوة كان بيقول التاج مصطفى من أجمل الأصوات اللي مرض عليه في الخلوة. بعدي سكنته جنب التجاني يوسف بشير خلتهم أصدقاء وزملاء لآخر العمر. فبعد كده جاء دخل خلوة الكتياب، درس عندهم القرآن، فكان أصدقاء لحد ما توفى هم كانوا أصحابه شديد أو أبناء الكتياب.
بعد كده انتقل للمعهد العلمي اللي هو عندي مع جدي اللي هو كان أستاذ، فدرس المعهد العلمي فترة طويلة، لكن ما تخرج زي كأنه اعتزل مع لما ترفض التجاني يوسف بشير من المعهد العلمي، فكان تضامنا معه وساب المعهد العلمي. دراسة في المعهد العلمي خلته قارئ جيد للقرآن، يعني بابا ما كان في حد بيقدر يغلطه نهائي في أي تشكيل ولا في أي وقفة ولا أي حاجة، فكان متمكن لدرجة بعيدة. يعني إحنا كلنا درسنا على يد القرآن. ثم بعد ذلك التاج مصطفى التحق بالمدرسة الصناعية، مشى مدرسة العناية، درس فيها لحد ما دخل التلمذة الصناعية. دراسه للتلمذة الصناعية دي خلته أستاذ في التدريب المهني الخرقوم اللي هو أربع المستويات وزارة العمل، فكان ده الجانب اللي العلمي بتاعه دراسته خلته. لما توفى كان مدير معهد الصلاة غسيل أم درمان تدريب مهني. واستمر التاج مصطفى ينسج خيوط الإبداع إلى أن تعرف على الشاعر عبد الرحمن الريح الذي قدم له أغنيات زاهيات، بدأت بأغنية حياتي فداك واستمرت مع أغنية ممكون وصابر وأغنية أرضي ضميري وأغنية إشراقة وحيران في الحب ورسالة حب. طبعا هو تنقل كثير، بعد الأسرة تنقلت من الركابية للمسالمة لحي العمدة لحي العرب، آخر العرب قبل مين؟ الرحمن الريح كان جاره في حي العرب. أتى النبير يا كهل، أتى النبير يا كهل، هل من وصال يا روحي هل، هل من وصال يا حبيب هل. الثنائية الإبداعية بين التاج مصطفى وعبد الرحمن الريح وجدت قبولا منقطع النظير لدى الجمهور، وتظل الملهمة التي سجلها لعبد الرحمن الريح بروحه ووجده وقدمها التاج مصطفى في حفل غنائي بحدائق الإذاعة القديمة عام 1948، وقد أحدثت ثورة في عالم الأغنية السودانية ونقلتها من حيز الحقيبة إلى آفاق أرحب. عمل أميز الألحان، يعني التاج مصطفى بأغنية ملهمة نور العيون أنت الأمل كانت نقلة في الحركة الموسيقية في السودان، لأن هي موسيقى متعددة وفيها كوبليهات متعددة وفيها المولد حتى الموسيقي مختلف عن الشيء كان في السابق، يعني الكوبليه ما بيردد نفس اللحن بتاع الكلمات. وتعتبر أغنية الملهمة من الدرر القوالي في سفر الأغنية السودانية. بعد ذلك النجاح الساحق الذي غير بعضا من معالم تاريخ الأغنية السودانية، اتجه التاج مصطفى إلى شعراء آخرين مثل حسين بازرعة، إسماعيل حسن، محمد بشير عتيق، وفي جانب الأغنيات الفصيحة غنى التاج عدة أغنيات منها النايم المسحور للأخطل الصقير، ونداء وليتني أنساك، لا تخفي ما فعلت بك الأشواق. وقد نجحت هذه الأغنيات فنيا واعتبرت فتحا جديدا في عالم التلحين بالنسبة للموسيقى السودانية، وامتلأت تلك الأغنيات بالموسيقى الراقية المعبرة الجميلة واللزمات الموسيقية الطويلة، واستطاع من خلالها أن يبرز موهبته وبراعته في التلحين وخاصة في توظيف الموسيقى. وكان يحلو لزملاء التاج مصطفى أن يسموا أعماله بسيمفونيات التاج ولا يقولون أغنيات التاج مصطفى. التاج مصطفى استقل بشخصيته الفنية في الأداء استقلالا كاملا، وبذلك
كان متميزا في كل خطواته الموسيقية. مسيرته الموسيقية بدأت بترديد أغنيات القير وكذا في بيوت الأعراس مع أطغاء ومع في أثناء أداءه لعمله، لأنه كان بيعمل في الأعمال اليدوية الحرفية. فبداية الموسيقية كانت بترديد والصوت يعني. النمط السائد بتاع الأغنيات في الوقت ذاك، يعني مثلا إذا رجعنا لفترة الحقيبة بنلقى إنه الأغنيات كان ممكن يكون في 10 نصوص في لحن واحد. تطورت المسألة بعد ذاك بعد دخول الآلات الموسيقية، وفي بيكون دائما الفنان بيجي بياخذ من التجربة السابقة عشان يقوم يأسس لفكره الموسيقي. بعد ما نشأ ونما في حي العرب، من حسن الحظ انه كان في بالنسبه له عبد الرحمن الريح، كان جار مغرب في الحي، فاقترح عليه عبد الوهاب الجعفري وحسن عبد المجيد انه صوته جميل من المفترض انه يغني في الاذاعه، فشجعوه على الناحيه دي ودخل الاذاعه سنه 46. اول اغنيه له غناها في الاذاعه كانت فتاه النيل اسماعيل خورشيد، لكن أول تسجيل من ألحانه بشكل موسيقي متميز كانت يا نسيم أرجوك، من أول أغنياته في الإذاعة. ومن مجرد ما سجل الأغنية يا نسيم أرجوك هي كانت من ألحانه، وكانت حاجة زي دي كانت مميزة جدا إنه فنان يجي بألحان متميزة مثل يا نسيم أرجوك اللي هي حتى الآن الناس بيرددوها، كانت لفتة وجذبت له الأنظار. بعدها تطورت مسيرته الموسيقية. كيف يكون لو حسات وشافت الحاميها والمحب في لوعة وبه خشوع رأيها يا نسيم عبر تاريخه الغنائي الطويل، عرف الفنان التاج مصطفى بأنه واحد من أهم الذين قادوا ثورة التجديد في الموسيقى السودانية، حتى وصف بعبقري التأليف الموسيقي والألحان. وأصالة مشروع التاج مصطفى الغنائي تكمن في أنه نظر ومنذ بداياته الأولى لمسيرة الأغنية في السودان بكثير من التميز، والتقط من تلك المسيرة بعضا من محطاتها الأساسية في ذلك الوقت. التاج مصطفى يعني لما تعاين المؤلفات بتاعته تلقاها يعني ممكن تكون في سياحة في مؤلفاته اللحنية، يعني التنوع الظاهر في مؤلفاته اللحنية، إضافة إلى الفكرة الواضحة اللي كان بيشبه فكرة المدارس المصرية والمدارس بتاعت التنوع الموسيقي. جرأة ومغامرة الكشاف الكبرى قادته ليوجد كيان خاص بالموسيقى داخل الأغنية بعيدا عن كونها ترديدا ومحاكاة لما يقوله الفنان، وهو أسلوب الكورس المعروف. استطاع الفنان الكبير التاج مصطفى أن يجمع أسلوب البناء الموسيقي عند خليل فرح وشباب وصخب إبراهيم عوض، ثم الإحساس الموسيقي الصوتي لكل كلمة عند عثمان حسين. التاج مصطفى كفنان أنا أفتكر أنه أحدث فتح في تاريخ الأغنية السودانية، فتح كبير جداً. تاج مصطفى أصلاً كان معلم، وهو من الرواد اللي قاموا سعوا لأنه يتعلموا الموسيقى وطور نفسه هو ومن جيله في البروفيسور الفاتح الطاهر والفنان الكبير العادل محمد حسن، فكان من أوائل الناس التلقوا تعليم يعني الموسيقي، وده بيظهر تماماً في مؤلفاته الموسيقية. فالتاج مصطفى بدأ في مسيرته متدرج، من أكثر الأشياء اللي ميزته إنه درس الموسيقى، درس الموسيقى على يد الأستاذ شعلان
في الجامعة الشعبية اللي هي كان في جامعة الغافر على الخرطوم، درس الموسيقى بالأمسيات على دروسات شعلان، تم فتحها وهم الثلاثة تقريبا كانوا متعلقة بالأسرة والتربية وكذا، لكن استفاد كثير جدا من دراسة الموسيقى. هذا العمر لحظات تمر بالجديد، ودين عليك ارجوك حاول سددو، حبي الكبير الدرت انت تبددو، مهما حصل امرك معاي معاي ما بهددو. تاج مصطفى تجربة تستحق التمعن والقراءة بعيدا عن الانفعالية والإعجاب الأعمى الذي يجعل الرؤية أحيانا وكأنها خلف زجاج مبتل. إنه حتى في الإذاعة يعني هو كان بيقول إنه سنة 57 بيقال إنه ثلاث أرباع الأغنيات بتاعته هي احترقت في حادث حريق الإذاعة سنة 57، وبكده ما كان بيسمع كثير منها، وكان بيحكي لنا بس احنا نعرف الاغنيات بالاسماء. كان بيقول عندي اغنيه جميله جدا اسمها العش الاخضر، وفيها نقلات موسيقيه وفيها طور صوت بتاع عصافير وكذا، فاحترقت في الاذاعه في سنه 57. بيقول له كان في حريق شهير جدا في الاذاعه سنه 57، كان بيقول انه الاغنيات احترقت معظمها معاه، وهي طبعا للاسف كانت التسجيل الوحيد كان بيمتلكه، بجانب انه مع انه هو عنده تسجيلات كثيره جدا في صوت القاهره لأغنياته، لكن حقة الإذاعة السودانية بيقولوا أنها احترقت. للأسف الشديد في أواخر التسعينات في يوم من الصباح أنا فاتحة الراديو من الصباح وأنا طالعة ماشية على المكتب، فسمعت الأغنية في الراديو ده بعد ظهور FM 100، هي في الحقيقة بعد في الألفينات قبل وفاته تقريبا بسنتين، سمعت العش الأخضر في الراديو، مشيت الراديو جري قمت جريت له قلت له يا أبوي اسمع دي الأغنية بتاعتك اللي أنت قلت علينا، فهي موجودة في الإذاعة. كان مندهش جدا ان الاغنيه موجوده، يعني رغم انه بيقال طول السنين دي من الستينات لغايه 2000 وحاجه ان الاغنيه احترقت في الاذاعه، وكان متحسر عليها جدا وسمعناها في الاذاعه وهو حي. بعد ذاك كل الاغنيات اللي احنا سمعناها هي احترقت سمعناها في FM 100، ونحن كنا سعيدين وحزينين انه هي كويس انها ما احترقت، ظهرت انها هي موجوده ومحفوظه، وكنا حزينين انه هو ما سمعها وما سعد بانه FM 100 هي بقت تستعيد في أغنياته وبتنزلها باستمرار في الإذاعة السودانية، وكل السودانيين بيسمعوا أغنيات التاج مصطفى. أغلب الأجيال الآن اللي ما حضرت التاج مصطفى مندهشة جدا إنه هو ملحن موسيقي بالحجم اللي عرفته به الآن، ودائما بيقول لنا التاج مصطفى مظلوم، كيف يكون عنده كمية من الألحان الموسيقية وهي إحنا ما سمعنا بها ولا كنا بنعرفه. فأنا بفتكر إن التاج مصطفى كان رمز في الحركة الموسيقية في السودان، لكن لظروف كثيرة جدا كانت حوله ما قدروا الناس يعرفوه بالشكل الموسيقي المفترض كان يتعرف به في حينه. لأن تأثيره على الغناء والموسيقى في السودان ظل تأثيرا واضحا وبائنا، وبالنظر لأغنية مثل الملهمة كاف جدا ليؤكد الأدوار الغير تقليدية التي أزداها للغناء. تاج مصطفى يعني بنقدر نقول إنه سبق جيله كويس بألحانه وأعماله، ودي بتظهر في صعوبة التنفيذ. أنا كموسيقي الآن يعني لما نجي أحاول أعزف أعمال معينة لتاج مصطفى بلقى فيها صعوبة، لما أتخيل إن الأعمال دي اتعملت قبل المعينات الأساسية يعني إحنا لقيناها، والآن يعني إحنا لقيناها
نلقى أن تاج مصطفى يعني بالنسبة لمعطيات الوقت ده كان معي في حياة صعبة جدا. ويسعدني جدا أن أذكر بعض من سيرته ومن معاشرتي له. فالحقيقة العلاقة مع تاج مصطفى بدأت علاقة وجدانية منذ الصبا وفي مدينة كوستي. تاج مصطفى كان من زوار المداومين لمدينة كوستي، وكان والدنا من الناس المعجبين بغناء الفنان تاج مصطفى، فشفناه في بيتنا ونحن صبيان. وبعد كده حقيقة أنا يعني انتقلت إلى أم درمان وظللت في يعني أطرب وأستمع إلى أغاني تاج مصطفى إلى أن سافرت إلى أوروبا وأحمل معي الكاسيتات فيها أغاني تاج مصطفى. فما انقطعت صلتي بالتاج مصطفى وجدانيا طيلة وجودي خارج السودان لأكثر من 7 سنوات. ورجعنا السودان ولا زالت هذه الصلة الوجدانية مستمرة، وسافرنا مرة أخرى برضو أن احنا نردد دائما أغاني تاج مصطفى. وفي الواقع أنه أنا بعتقد أنه هذه الأغاني يعني إلى جانب أنها كانت تثري وجداننا هي أسرت اللغة بتاعتنا وزادت من حصيلتنا في اللغة العربية، لأنه تاج مصطفى كان بيتناول الكلمات الرصينة الجميلة العربية الفصيحة أو السودانية العربية الدارجة المفهومة والفصيحة كذلك. انت الملاك الفيع لا خلل ظلوب توازن، وانت الحبيب الشوف تساي تسعد جميلي وتفرح، انت الحبيب الشوف تساي تسعد جميلي وتفرح. ليك حق في ما تريد حتى الوصال بتغير، ليك حق في ما تريد حتى الوصال بتغير. خفي الجفا يا روحي نظرنا إلى العلاقة النغمية مع النص الشعري نجد أن التاج مصطفى لديه تفكيره الخاص في النظرة التجديدية الشاملة والعميقة للعمل الفني الذي تتكاثر وتنمو تفاصيله الداخلية التي تتجمع في نهاية الأمر لتكون العمل الموسيقي ذو الرؤية المعاصرة. تاج مصطفى يعني لما تعاين المؤلفات بتاعته تلقاها يعني ممكن تكون في سياحة في مؤلفاته اللحنية، يعني التنوع الظاهر في مؤلفاته اللحنية إضافة إلى الفكرة الواضحة اللي كان بيشبه فكرة المدارس المصرية والمدارس بتاعت التنوع الموسيقي، فهو يلائم ما بين اللفظ والمعنى المراد توصيله من خلال الموسيقى، وهذا يؤكد قدرة التعبيرية عن فكرة الموسيقية أو رؤية كاتب النص الشعري. والدنيا لا سعد ليلة، الدنيا حلوة جميلة، الدنيا حلوة جميلة، الدنيا حلوة جميلة.
شخصية التاج مصطفى من الناحية الإنسانية عريضة بالمعرفة، وله مواقف كثيرة مع كثير من مجتمعات أم درمان ومجتمعات الخرطوم وكل مجتمعات المثقفين. أيضا عرف على التاج مصطفى أنه لم يتخذ الفن كوسيلة وحيدة لرزقه. ولو أن احنا رجعنا لنشأة التاج مصطفى بنجد أنه نشأته صوفية في البداية، يعني التاج مصطفى هو من مبرحي، وهي يعني قرية معروفة بأنها شعاع الديني الكبير الصوفي والمد الصوفي الكبير متواجد في هذه القرية منذ مئات السنين. فالتاج مصطفى ولد وترعرع في تلك الأجواء الصوفية، وانتقل إلى أم درمان والتحق بالمعهد العلمي وقتها. ثم بعد ذلك التاج مصطفى التحق بالمدرسة الصناعية، والتنوع ده في حياة المصطفى في حياة التاج مصطفى يعني أكسب شخصيته ميزات نادرة جدا. يعني التاج مصطفى إلى جانب الشخصية الصوفية اللي بيعرفوها كل الناس اللي عاشروه، التاج مصطفى هو رجل فنان، هو نحات، هو بناء، هو رسام، وهو عازف قدير وملحن ومؤدي، وهو شاعر. ولكنه كان يحسن عدة أعمال وتخصصات، وكان يركن لها من حين لآخر، وكان رجل مسؤول كثير المسؤوليات، شديد الصمود. فهو كبير أسرة ظلت في أشد الحاجة إليه زمانا طويلا. والله التاج مصطفى في القبيلة حنون على القبيلة، ومن خاوي أبواته وعماته وخالاته، لو ما قاعد بسيطه ما بتكيفوا أصله ولا بتبسطوا، وبحين على كل زول في أهله فالبلقاه كبير يصرفوا في البرد يجيب للبطانية دير الخالات والعمات، عشان كده بريده شديد. عادنا زول كريم، زول يعني مع الصفات كلها فوق والله، يعني زول ما ساهل تاج مصطفى، رغم انه ابو اولادي لكن هو عمد الأسرة كلها، أسرة دي أسرته هو العمد بتاعنا هو. وأنا بفتكر إنه التاج مصطفى مش فنان شامل بس، إنسان شامل، يعني مش في الفن بس، لأنه هو لو نحت بيجيد النحت، لو اشتغل حاجات دقيقة الساعات بيصلح الساعات بإجادة، لو بنى بيبني بإجادة، لو لاحظ لأي مبنى بيعرف لك الخلل في المبنى. يعني كان هو مدرب مهندس معمار، فتدريبه للمهندس المعماري ده خلشنهم بيجيد إجادة جيدة، البناء، الترميم، النقاشة، الحدادة. يعني بابا لو انت قلت لي مثلا اعمل لي عمارة متكاملة ممكن يجد لك، رغم انه دلوقتي في تخصصات، يعني بتاع النقاشة بيجي لوحده، البناء بيجي لوحده، هو يمكن يجد لك يمسك لك من اول لاخر. ولما يدرب لك التلمذة في التلمذة الصناعية التلاميذ ديلا لازم بيجبر التلميذ لازم يضغن الحاجة اللي بيعملها، فكنا طبعا احنا من التلامذة المجيدين للحاجات دي. يعني لقيت افراد الأسرة كلهم نقاشين ومرمموا وبنائين، يعني من خالد كل من صغيرنا لكبيرنا بنعرف، لانه كنا مثلا بشغلنا عمال معه، فبنعرف كيف توزن ميزان المية، كيف توزن به البلاط. طبعا زمنه كان السيراميك دي جديده، لكن كان البلاط كان بيمشي الريال ده عشان يعرف مجرى المية صحيح ولا لا. يعني يجي انت تكون خلاص كتلميذ عنده قال لك اعمل لي المتر المربع ده مثلا، يقوم انت خلاص تكون متكيف انك خلاص جبت الحاجه، يقوم يجيب الريال. اذا الريال ده وقع قبل الكورنر معناته انت ما جيت في الحاجه. فكان لو نقش بينقش كان الغبور، يعني كان فنان يعني في اي حاجه.
الساعات زي ما قلت لك، البناء، فكان بتكون دائما في مباريات بينه وبين امهر المهندسين. فلما يقول لك الحته دي غلط حترجع تلقاها غلط. فانا اتذكر كان في ميزنه بتاع الجامعه جنبنا في البيت، فهو راقد في الاوضه كده بعين الميزنه، يقول لهم الميزنه دي مالها، الميزنه دي ما عادل، يغلطوا. كيف انت من البدع عرفتها وراقد في السرير؟ يقول له انا متاكد انها ما غلط. لما جاء المهندس وحكمها لقاها خطا، لقاها مايله. فشنو كان جيد في كل حاجه. فلا كل يوما ولا مل من القيام بالواجب. وكان يسافر احيانا داخل السودان او خارجه لبضعه ايام، فما كان يسافر ان لم يترك لوالديه وجدته وعمته واخوته وابنائه وغيرهم ما يغنيهم عن اي احد غير الله. ولم يكن فضله قاصر على عائلته فقط واسرته، بل كانت يده تمتد الى بعض الاقارب وغيرهم. ورب فقير مدقع جارت عليه الايام يشهد انه في احلق ظروفه لم يجد غير التاج مصطفى من الناس. والمسؤوليه والكرم يختلطان عند التاج، حتى انك اذا اردت احدهما بالحديث دخلت في الثاني. وكان التاج كلما جاء من سفر تفقد اخوته الذين كانوا بالمدارس، وربما احتاج ان ينقل احدهم من مدرسه الى اخرى في مدينه اخرى غير ام درمان، فكان ايضا يقوم بكل ذلك بمسؤوليه وسخاء. ابتدى لون خمري قلبي حبا، ابتدى لون خمري قلبي حبا، ابتدى لون خمري قلبي حبا، ابتدى لون خمري قلبي حبا. بس ليه جفاني وهجر مكاني، بس ليه جفاني وهجر مكاني، لو جاد زماني، لو جاد زماني ألقاه تاني، ألقاه تاني وفؤادي صابر، وفؤادي صابر زادت سجونه الليلة ما جا حبيبي المايا، مالو مالو مايا. التاج مصطفى له علاقات اجتماعية واسعة، وكان يحسن الاتصال بها جميعا، منهم المعلم، منهم البروفيسور بالجامعة، منهم الطبيب والمهندس، ومنهم كبار المسؤولين والموظفين والعمال وغيرهم. فجأة كده خلى الغنى حقيقة يعني مدة 15 سنة، وانا ما اعرف عن الحاجه الخلاقه وش يعني، وريني ابدا سر ده ما بطلع له زول بهاي. كل الحان الوارد هي تقريبا قرابه 108 اغنيه من الحانه، كانت من 46 لغايه نهايه الستينات، 15 سنه تقريبا بالكامل. دي مسيرته الموسيقيه. بعدها شبه اعتزل الفن وتفرغ للعمل المهني، وكان عنده أزواج كثيرة جدا في أنه يتفرغ لأسرته وينعزل عن الجانب الفني.
بعتقد ان هذه الانزواء في الفتره دي اثر عليه كفنان تسمع الاجيال بشكل متعاقب. انقطاع واثر في انه الاذاعه او التلفزيون او كذا ما تساعد في بس اغنياته بشكل متواصل. ودي يمكن واحده من الاشياء اللي اثرت عليه. تاج مصطفى ظلم من الاجهزه الاعلاميه، ونقول انه ظلم من الاجهزه الاعلاميه لانه تاج مصطفى من سنه 70 ما عمل لحن جديد وما خش سجل في التلفزيون الا بعد التسعينات قبل رحيله يعني. لانه كان في حد اشكاله حتى في العزف بتاع الالحان. هو كان بيتعب جدا في انه يسجل مقدمه موسيقيه. لانه امكانيات كانت متواضعه في ذاك الزمان. حتى بتذكر من الاغنيات اللي ممكن بذكريات مسجله معه مستريلي، هو كان ايطالي عازف ايطالي، كانت من اميز الالحان اللي تسجلت. كان طبعا من اعز اصدقائه والعازفين المصاحبين له كان سير عبد الله وخواب. ويمكن لظروف انزواء سير عبد الله وبعد ذاك وفاة خواض وكذا أثرت في أنه أبوي ذاته ما يستمر في المجال الفني بالشكل اللي كان في الأول. عن طريق الصدفة إحنا كنا موجودين في بيتي، وكان مجموعة من الأصدقاء أذكر منهم المرحوم علي المك وفريق إبراهيم عبد الكريم والحسين الحسن وعباس تلودي وسيد محمد أحمد محجوب ومجموعة كبيرة من أخواننا أشقائي، وتذكرنا تاج مصطفى وكنا نستمع لمن يقلد في بعض الأغاني، فقلنا وين التاج وكيف نلين فيه وكيف نلقاه. فانتدبتنا المجموعة نحن ثلاثة، أنا والأستاذ نجيب نور الدين وعباس تلودي، إننا نبحث عن التاج مصطفى ونأتي به إلى الجلسات الثقافية الفنية في منزلي. وأكثر حاجة رجعته للفن صدفة كده مع دكتور شوقان، وودلوه ولدي في العيادة واستمرت معه مدة سنتين، وبيوه ما عرفنا أنا منه، بعجل الولد وامشي عجل الولد. في النهاية كده قال لي عملية وقمت وريته، قلت له ده ودي تاج مصطفى، وقام قال لي التاج دوين أنا كايسين من زمان، قلت له موجود. وقام وجونا في البيت كل أخوانه معه، وفعلا ذهبنا إلى بيته في أم بدة وما وجدناه لأنه كان مشغول الوقت ذاك بإدارة المعهد الفني في حي العرضة. فوجدنا أبناؤه وبناته ورحبوا بينا ترحيب كبير جدا، وطلبوا منا أننا ننتظر حتى يجي، ولما عرفوا الغرض من جايتنا أنه إحنا جايين نعيده إلى الغناء تاني، يعني حكاية دي بسطهم جدا، لأنه هو كان توقف عن الغناء لفترة تزيد عن 15 سنة، ودي أسباب كثيرة جدا ومن ضمنها شغله يعني اللي هو كان منشغل به. فانتظرناه لما جاء رحب بينا كعادته، يعني رجل بيته مفتوح دائما للضيوف، وتناولنا معه وجبة وريناه انه احنا والله في انتظار واحنا مجموعة كبيرة، ورينا المجموعة الموجودة فكم معظمهم هم أدباء وشعراء وفنانين وناس بتزوغوا الفن بتاعه. فقال لي يا جماعة لكن أنا الغنى ده نسيت وطولته منه، فغايته بمشي بحاول معاكم. وفعلا في الأمس يجينا أخذنا ومشى معانا وشال العود بتاعه، وعنده كراس فيه الأغاني، كراس قديم فيه أغاني وكلها، شال الكراس ده ومشينا، وكانت يعني ليلة لا ننساها أبدا. فالتاج كان في بعض الأغاني نساها، فكان عباس تلودي يحفظ كل أغانيه وكان بيلقن بعض الكلمات يذكروا لها، فكانت ليلة جميلة جدا. ومنها حقيقة نحن تاني ما فارقنا التاج إلى أن توفاه الله، كنا طوالي معه في كل وقت، كنا معه بصورة لو ما بالتلفون معه يوم الجمعة بنزوره دائما، وسافرنا مع بعض ولينا صولات وجولات في مجال الفن ومجال المحاضرات والندوات والمنتديات مع بعض. حيران في الحب أنا أحيبني، حيران في الحب أنا أحيبني،
تاج مصطفى كان مسيرته حافلة جدا، لكن احنا حقيقة للأسف الشديد تاج مصطفى ما توثق له التوثيق اللي بيليق بأعماله وبعطائه. يعني حتى اليوم نحن بنتحسر انه في جوانب كثيرة جدا من تاج مصطفى مظلمة بالنسبة للآخرين، وبنتمنى انه دوما انه يكون في ضوء مسلط عليها من قبل الخبراء حتى عشان ما يكون نحن متحيزين في آرائنا باعتباره والدنا، يعني نقول انه هو كان متميز، لكن احنا برضه عندنا الحس الموسيقي اللي بنخلينا نعرف جمال الاشياء. يعني احنا بنسمع لكل الفنانين الرواد وبنعرف كل جمال اغنياتهم، وبالتالي من باب اولى حنعرف جمال اغنيات تاج مصطفى والحانه والجهد اللي كان بيبذله في العمل الموسيقي اللي علاقاته ببيوت الدين فراسخة. ومن عجيب الأمر إنه كان مقبولا عند كل شيوخ الطيبية الذين كان يتهيبهم الشباب من الأسرة، فكانوا يحسنون تلقيه وكان يركن إليهم ويصارحهم ويضاحكونه، وقد كان التاج الوحيد الذي يمكن أن يقول لهم ما لا يقدر عليه غيره، وهذا شاهد على ما وهبه الله من قبول عند خلقه. حبيبي ليه هالبعاد بعد الصفا والوداد، علمت عيني السهاد وعرفت ألم الجوايا. قال أحد الفلاسفة: ثمة أناس يولدون بعد مماتهم، إن الخلود ليس في الحياة وإنما في الممات لأولئك الذين يخلفون وراءهم أثرا باقيا لن يمحى إلى أن يفنى الزمن. علاقة بأحفاده كانت علاقة حميمة، يعني وعلاقة والد، يعني ممكن أبوي إذا كان الناس كلها تهاب إنها تجي جنبه أو كذا، وكان بيستغرب إنه كيف آلاء ورميساء يكونوا جنبه. هو كان أنا كنت ماشي المكتب ولما يجي راجع يقول لي ما أمك ما مسكتهم هذا فكان بيخلوهم جنبه في السرير، وأمي كان بتخاف إنه يوسخوها أو كذا، فبقول لها خليهم ما لك دعوة فيهم. أنا جاي من المكتب بيقول لي بلقاهم أحضر لي أنا زي كأنه جاي من ضيفة أو كذا، العصير البارد جنبه خاطيه وياخذ الحلويات الباشكري عشان الاولاد. فكان يصر علينا انه احنا نستمر جنبه قاعدين، وما كان بيدينا فرصه ان نمشي دقائق. انا لو تاخرت 10 دقائق بيقول لي انت وين تاخرت عليه، فكان دائما داني جنبه باولادي وجوطي. دي كانت كيف جدا، حتى مرات يوم يقول لي لا خليهم قاعدين، ويقري معي ويوجه وجنبه صوت خاطيه للزبير، لان الزبير ده كان عنيد جدا ويضرب الصوت يا ورم يا بتاع ويمشي ويجي وراجع. فأكثر حاجة الزبير ده كان يعني لصق به شديد، وكان بيوصى عليه وحتى هو في فراش الموت بيوصى على الزبير. فالتاج مصطفى كان واحدا من هؤلاء، فآثاره الباقية هي التي تخلده بعد مماته. والله الوالد حقيقة هو ما كان مريض، يعني مرض كده تقدر تقول انه خلاص نقنع نقول هو حيتوفى وكذا، كان كويس خالص. يمكن قبل وفاته بيومين انا وافكار كنا موجودين، طبعا احنا كنا الاثنين بس الموجودين جنبه وهو عيان. كانت فاطمه بعيده عندها شغل من الصباح، قال لها تمشي ما, ما, ما لازم تمشي شغلك، وانا افكار كنا قاعدين يعني كويس وبيتكلم وعادي بيوصي.
حتى انا جيت سالته انت كيف، قال لي الحمد لله. يعني اصلا ما كان في مؤشر لانه هو يعني خلاص مودع. كنا بنحضر الكرامه في البيت ونجهز، يعني الفنادق كان يوم الجمعه نحن نحضر ماشيين. حاجه دي فجأة كده بس ارتفاع في السكر، حصل فشل كلوي كده وتوفى في النحس. يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي، كانت مفاجأة، ويعني ما كنا مصدقين. يعني ما حصل يوم قال لي أنا حتوفى، مش الناس بتتكلم بقول أنا يعني في مؤشرات إنه زول ده حيموت كده، لا كان مشجعنا وأنا كويس وكده. أصلا ما حصل، يعني ما بالنوع اللي بيتجرس، ما بيصير مرضه خالص، أصلا ما بيوريكم متألم، كان شجاع جدا في المرض وصبور خالص. يجي أصحابه يسلم وبتاع، بس الحاجة الوحيدة اللي لاحظتها فيه ما كان بعينه في عيونه. ما كنت أقول له لازم تفتح عيونك عشان لو أنت غمضت طوالي ده، في يمكن في الثلاث يوم الأخيرة عيونك كانت ضمة بتتحمله، فكان لما يفتح عينه كده دموعه بتجري، هو يعني قاصد إنه ما يعينه. فأنا كنت ما فاهم حاجة، هو عارف لكن ما عايز يشفقني. فكان لما يفتح عينه ينظر لي دموعه بتسيل، وأنا بوش عليه بقول له شفت الضوء، عشان قفلت عينك مسافة طويلة الضوء بقى يتهرى يعني. فآخر لحظة كان بيطمنا يعني، والله اللحظة دي يعني زي كأنه مشى من بعد، يعني من ما أقدر أوصف لك هو كان بيعمل شنو. أنا أرضيت ضميري وبيصال ضميري تحت الوفاة دي احنا كنا ما شايفين اي حاجة، يعني كمية للناس في لحظة، يعني الدنيا دي اتملت، الناس كلها بمشاعر واحدة وبحزن وببكاء بوصف عجيب. يعني ناس ممكن فاتونا في حزنهم على الوالد، وكان موكب مهيب والله. يعني الدفن سريع خالص، حسب وصيته هو كان بوصله دائما انه الميت لازم يستعجل في دفنه. فسبحان الله، يعني ممكن هو طفى زي الساعه 4 اذان المغرب، هو كان الجسمان ثاني صلوا عليه وشالوا طبعا. حتى ما انتظرنا يعني تصوير ولا جرايد ولا زول يسهر زول مهم في البلد او كده، فالدفن طوال انا وصلنا. فكانت الاخر يعني او لا، فكانت بسيطة يعني إنه تفهم سريع، ما انتظرنا حاجة حسب كلامه، ما انتظرنا أي تصوير ولا بتاع. فكل الناس توصف لنا يقول لنا والله أم كلثوم ما كان موكبة بالشكل ده. الحمد لله. لقد أدى التاج رسالته ليس للفن فحسب، وإنما لكل مناحي وذوايا المجتمع. يا غايب عن العين انت موجود في عيني الاثنين، ولكن التاج مصطفى سيظل موجودا في اعين كل الناس ممن عرفوه عن كثب، ومن الاهل والعشيره والاصدقاء والاحباب والجيران والمريدين لفنه. يا غايب عن العين انت موجود في عيني. حرام تكفو يطول بيني وعارف وجدي وحنيني، لا
لكن انت ناسيني انا لا اشواق ليك زايدين يا غايب عن العين انت موجود في عيني ويطول بيني وعارف وجدي وحنيني لكن انت ناسيني انا لا اشواق ليك زايدين يا غايب. على رحم الله الفنان التاج مصطفى بقدر ما قدم لوطنه ولمجتمعه وللحياة الموسيقية في السودان من سفر ضخم كبير يستحق منا كل التقدير. وحتى لقاء جديد نستودعكم الله.